كتير من العرايس بتكون محتارة وهي بتشتري أطقم الجرانيت، وإحنا النهاردة بنقدم لك قائمة أسعار ممكن تعتمد عليها اعتماد كلي بالنسبة لأسعار أطقم الجرانيت، وهيكون سعرها في المتناول. يعني هنحكي أقصى طقم هيكون سعره في حدود ال 5000 جنيه، هنشوف أطقم بتلاتة بأربعة بألفين، هنشوف القصة ماشية إزاي. في البداية لو حضرتك أول مرة تشوفينا، فاحنا في قناة معرض منزلي للأدوات المنزلية، مهتمين بكل تفاصيل البيت عندك من أدوات منزلية وأجهزة كهربائية منزلية. بنقدم لك مجموعة من الريفيوهات الخاصة بكتير من الأدوات، وبنعرض عليكم أسعار كتير من المنتجات اللي بتكون بفضل الله متوفرة عندنا، وبنشحن منتجاتنا لجميع محافظات الجمهورية. فيلا مع بعض ننزل نشترك في القناة، ولو أنت من المتابعين بنتمنى تعمل لايك للفيديو وتصلي وتسلم على سيدنا رسول الله، وخلينا نشوف فكرة أطقم الجرانيت اللي معانا النهاردة هتكون ايه. في البداية لو انت بتدور على طقم من 1000 جنيه لغاية 2000 جنيه، فانا بقول لك مستحيل تلاقي طقم يكون كويس في الحدود اللي احنا بنحكي فيها دي. بس ممكن نبدأ بطقم بوناسيرا اللي هو بينزل منه جرانيت او تيفال او سيراميك، الى حد ما بيكون معقول شوية، وده سعره بيكون في حدود 2000 جنيه. زي الطقم اللي معانا ده من شركة بوناسيرا، طقم جرانيت من شركة بوناسيرا زي ما انتم شايفين كده، ده اقل شيء ممكن تشتريه في السوق ويكون مضمون الى حد ما بالنسبه لاطقم الجرانيت. فاحنا بدايه اطقم الجرانيت بدايتنا في ال 2000 جنيه، هنقول لك تمام مفيش مشكله، اقل من كده هتكون حياه رديئه جدا وسيئه، وسبق وعملنا فيديو وضحنا ازاي نعرف الاصلي من التجليد. بعد كده معانا اربع ماركات من اطقم الجرانيت زي ما انتم شايفين كده باربع اسعار مختلفه بالنسبه للاصناف دي اللي هي الموديل الكوري مش اليد العاديه. فاحنا النهارده بنقدم لك أربع أنواع، في منهم ألوان كتير وأسعار مختلفة. لو حضرتك حابة تشتري أي منتج منهم إن شاء الله بنوفر الشحن لجميع محافظات الجمهورية. يبقى إحنا بعد ال 2000 جنيه في معانا طقم جرانيت من نيوسافلون زي اللي أنتم شايفينه ده. طقم الجرانيت ده ما شاء الله مكون من أربعة حلة وجريل، طقم جميل جدا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ده في بداية الأطقم اللي هي معقولة وممكن نستخدمها وتكون خامتها كويسة معانا. طقم نيوسافلون موجود ومتوفر عندنا ب 3000 جنيه، وبنشحن منتجاتنا لجميع محافظات الجمهوريه. يبقى في البدايه معانا طقم نيوسافلون ده ب 3000 جنيه. طيب بعد كده معانا طقم جرانيت، او عندنا طقمين جرانيت اسعارهم برضو في المتناول وفي الاسعار في رينج ال 4000 جنيه. هنشوفهم مع بعض، معانا طقمين. اول حاجه وهو طقم الجرانيت ماستر من الزنوكي. طقم جرانيت ماستر من الزنوكي سبق وعملنا عنه أكتر من فيديو وأكتر من ريفيو، متوفر عندنا بألوان مختلفة ما شاء الله، طقم جميل جدا وملمسه ناعم وخامته عالية جدا. طقم ماستر من الزنوكي الفلورا متوفر عندنا سعره الحالي ب 4300 جنيه. برضه نفس الكلام معانا حاجة سعرها يعني في المعقول، وهو طقم جرانيت طيبة بتكون أكبر حلة في مقاس 32، العرض بتاعنا مستمر عليها زي ما أنتم شايفين كده، طقم جميل جدا ومتوفر منه ألوان. سعره عندنا بفضل الله تعالى طقم جرانيت طيبة، خلي بالكم شركة طيبة كانت بتنزل مستورد، كان بينزل منها تركي، حاليا الخامة تركية لكن الصناعة مصرية عشان يبقى قولا واحدا. عايز اقول لك بنسبة 99% مش هتلاقي في مصر حاليا غير اللي عنده حيات قديمة من شغل الجرانيت من شركة طيبة اللي هيكون تركي اصلي، لكن بالنسبة لشغل طيبة حاليا كله الشغل اللي موجود كله مصري عشان يبقى الكلام عدل. طيبة حاليا عندنا استلسات تركي، لكن بالنسبة لأطقم الجرانيت فالأطقم اللي موجودة حاليا كلها مصري وخامات مصرية بس جودتها عالية وما شاء الله عليها جميلة. واحنا في معرض منزلي بنوفر لك طقم جرانيت من شركة طيبة ال 32 سعره عندنا ب 4000 جنيه. يبقى أنت عايزة حاجة في ال 2000، قلنا لك على حاجة في ال 2000. 3000 موجود بال 3000 اللي هو النيو سافلون، 4000 معانا جرانيت طيبة، ومعانا 4300 اللي هو طقم ماستر من الزنوكي وبرضه من الاطقم الجميله جدا جدا جدا. بعد ما شفنا دول معانا كمان طقم ثالث بس المره دي خامته تركيه وطقم جميل جدا، وبرضه في فيديو اتكلمنا عليه من كام يوم وشرحنا فيه طقم ماركت لاينز التركي الاصلي، ده طقم تركي ما شاء الله خامته جميله جدا وجوده اللهم بارك وسعره ما شاء الله جميل جدا ب 5200. يبقى معانا 2000 بوناسيرا، 3000 نيوسافلون، 4000 طيبه، 4300 ماستر من الزنوكي، والسعر 5200 طقم جرانيت ماركه لاينز التركي. يبقى دي كانت الاطقم اللي موجوده عندنا بفضل الله تعالى باسعارها وانواعها. وطبعا مش هنوصيكم عند استخدامك للجرانيت تعمل ايه، ده الفيديو اللي هنسيبه لك حالا وهيظهر معاكم حالا في نهايه الفيديو ده،
بحيث تعرف ازاي تحافظي على طقم الجرانيت ويعيش معاكي اطول فتره ممكنه. لو عجبك الفيديو بنتمنى تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم اشعار بكل جديد من الفيديوهات والريفيوهات اللي بنقدمها على القناه. بنأكد عليكم ان احنا بنشحن منتجاتنا لجميع محافظات الجمهوريه. عنواننا المنيا ملاوي شارع 26 يوليو معرض يحيى الفحار للادوات المنزليه. رقم التليفون هنسيبه في صندوق الوصف للي حابب يتواصل معانا عن طريق الواتساب ونشحن اي منتج انتوا عايزينه. عايزين تسالونا عن اي منتج او اي استفسار عن اي منتج اكتبوا لنا في التعليقات واحنا ان شاء الله مش هنتاخر عنكم. اي استفسار او اي شيء احنا معاكم بامر الله مكملين من معرض منزلي للادوات المنزليه. عندنا كمان صفحه على الفيسبوك وهي صفحه معرض منزلي للادوات المنزليه الحديثه، برضو تقدروا ترجعوا ليها هتلاقوا عليها كتير من المنتجات المتوفره وموجوده عندنا. بنتمنى نعمل لايك للفيديو واللي لسه ما اشتركتش تشترك معانا. وصلوا وسلموا على سيدنا رسول الله ونشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جايه كتير من معرض منزلي للادوات المنزليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.